خبز ابيض، خبز ابيض بس اكل الشعير لما زقنا. فرحة هذا الأب وابنه المصاب بتناول الخبز لأول مرة بعد أشهر من الحرمان تخفي خلفها حسرة وألما كبيرين، بعد مشوار قطعه الأب يحمل ابنه مشيا في معظم الطريق من معسكر جباليا شمالا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، ما استغرق منهما 5 ساعات من المشي. مشيت انا حامل وثلاث شدات، وساعه الشده بعد اللي فيها اواعي واواعي معاد والاكياس البول والبراز، بدي اكياس بول، بدي اكياس بول، بول اجيب له. معاذ اصيب قبل شهر برصاص الجيش الاسرائيلي الذي اخترق خاصرته ومزق احشائه ودمر الكبد والطحال وثلاث فقرات في العمود الفقري، واقعده طريح الفراش في مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، لكن والده اضطر لنقله بسبب عدم توفر الأجهزة والعلاج اللازم لإنقاذ حياته. أنا صعبة جداً وعلى جداً، طريق وعلى جداً وعلى جداً جداً، تخوف، مليانة غبرة وتراب ووسخ وقرف، مش مواصلات، مش حاجة، كلها جيش ودبابات، طريق محامي راية بيضة، لازم تحمل راية بيضة، تحمل الهوية تبعتك في إيدك.